أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بمناسبة اليوم الدولي للسلام بالسعي الدائم من قبل جلالة ملك البلاد المعظم وحرص جلالته المستمر على نشر وتعزيز ثقافة التسامح والسلام. وأضاف معالي أن العمل من أجل السلام وترسيخه على كافة المستويات هو نهج واضح سارت عليه مملكة البحرين وما زالت في توجهاتها وعلاقاتها مع دول العالم، مضيفا أن مملكة البحرين في ظل الرؤى الحكيمة لجلالة الملك المعظم جسدت القيم الإنسانية في التعايش السلمي بين مختلف الثقافات والعقائد، وستظل شريكا فاعلا في خدمة قضايا العالم العادلة. ونوه معالي بدور جلالته في تعزيز التعايش السلمي والحوار بين الأديان والثقافات المختلفة ومواقف صاحب السمو الملكي سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء المستمرة للتحفيز للمضي قدما في طريق السلام، الأمر الذي وضع مملكة البحرين في مصاف الدول الرائدة الداعمة للأمن والأمان والسلام والاستقرار في العالم أجمع.